40. بن بوعلي ينفرد على الجهة اليسرى ويسكن الكرة الشباك لتنتهي المرحلة الأولى بتفوق عكس مجريات اللقاء لأصحاب 40. بن بوعلي ينفرد على الجهة اليسرى ويسكن الكرة الشباك لتنتهي المرحلة الأولى بتفوق عكس مجريات اللقاء لأصحاب هيبة الفرق الكبيرة. ولو أن المولودية تبقى من الفرق الكبيرة. وهذه كرة لصالح نادي بارادو ممتازة، والهدف الأول لصالح نادي بارادو. بن بوعلي ويستغل خطأ في دفاع فريق مولودية من هناك من جانب مولودية وهران لوضع الكرة بسهولة، وهذه الكرة لصالح نادي بارادو من هناك. الأسيست والهدف الرابع لفريق نادي بارادو عن طريق بن بوعلي. شوارع في دفاع فريق مولودية.